مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامجكم الطبي قرة عين، وفي هذا البرنامج نقدم لحضرتكم معلومات طبية موثقة من أمهر وأشطر أطباء أمراض النساء والتوليد والعقم، الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للخصوبة. أهلا وسهلا بك دكتور. كنا بدأنا مجموعة حلقات عن وسائل مساعدة الحمل، تحدثنا عن التلقيح الصناعي وعرفناه، تحدثنا عن أطفال الأنابيب وتم تعريف هذا الملف الكبير، تبقى من ضمن الوسائل الحقن المجهري، وعايز أعرف دكتور حكاية البي جي اس والبي جي دي يعني لاحقا في الحلقة. نبدأ مع سيادتك بالحقن المجهري. الحقن المجهري يعني ايه حقن مجهري؟ أيوة الله ينور. حقن مجهري يعني تعريفه بالبلدي كده، حقن الحيوان المنوي داخل البويضة تحت المجهر. حقن الحيوان المنوي داخل البويضة تحت المجهر، سميناها حقن مجهري عشان كده. تمام، ان فيها مجهر. تمام، نبص هنا كده، الناس ان الفيديو انا دلوقتي الحيوان المنوي اهو، تمام، بدوس على ديله عشان اشله، وبعدين اسحب الحيوان المنوي، هو هسحبه دلوقتي جوه الانبوبه، جوه الانبوبه، ابره، دي ابره. تمام، هاخد الحيوان المنوي ده في اللحظه دي، بكون بثبت البويضه اهوت، بثبتها. تمام، خلاص كده سحبتها، ثبتها في القلب بتاع ده، وادخل الابره دي جوه البيضه، جوه البيضه، هنشوفها. ولذلك سمينا ده الحقن المجهري. الحقن المجهري. هنخش دلوقتي بالابره، ادي الابره اهي. تمام، اللي فيها الحيوان المنوي، الحيوان المنوي في قلبها هناك اهو، في قلب الابره هناك، في مقدمه الابره. هنخش دلوقتي، يلا 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 دخلنا، هيحن. تمام، اسحب تاني ورا شويه الحمام منوت، وبعد يحنه تاني. اوبا، ادي الحمام بيجري هناك اهو. تمام، نزل في قلب البيضه هناك اهو، داخل خلاص، داخل البيضه كده. اسمه ده الحقن المجهري. الحقن المجهري، حقنا الحمام المنوي داخل في البويضه، البويضه تحت المجهر. ده جهاز ميكروسكوب عالي جدا. تمام، بيكبر البيضه بالشكل اللي انت شايفه ده، وبيكبر حيوان المنوي بالشكل الشكل الكبير ده. والابره اللي شوفها دول، ده ابره كبيره جدا، لكن هي طبعا حاجه دقيقه قوي يعني. ودخل اهوت وحقن. ده معنى الحقن المجهري. تمام، ايه ده بقى الحقن المجهري؟ اتعمل لمين ده؟ ايوه، حالاته بقى. حقن المجهري اكتشف خصيصا في حالتين. الرجال اللي ناخد حيوانات منويه ونحطها جنب البويضات في اطفال انابيب، وتاني يوم الام خصبوش، مفيش اي يعني اسباب اكتشافه الاولانيه، هو فشل، كسر قطر فشل اطفال الانابيب لعدم التخصيب. تمام، حيوان منوي
بجوار بويضه والنتيجه انه لا تخصيب. طب هنعمل في دول ايه؟ يبقى على طول اوتوماتيك انتقل الى الحقن المجهري. جه في ذهن الطبيب المتابع انه ياخد الحمامات يحقنه جوار بيضه، ما انا يعملها يعني صحيح. مش عارف اتصرف. نحط الحمامات منويه جنب البويضه ما بتخصبهاش، يبقى الحل ايه؟ جه في فكره كده اخد الحمامات احقنه جوار بيضه ونجحت الفكره. او يعني قلنا اسباب كتر فشل اطفال الانابيب في التخصيب، او حيوانات منويه بتاع الزوج لا تستطيع التخصيب. حيوان منوي لا يستطيع التخصيب، زي عدد قليل اقل من 5 مليون تمام، حركه ضعيفه جدا حتى لو 100 مليون بس ضعيفه جدا تمام. الحاجه الثالثه والاخيره، الحيوانات المنويه محبوسه في الخصي. في الخصي. طب اعمل في ده ايه؟ مفيش قدامي حل. يعني لو تلاحظ ان اطفال الحقن المجهري اتعمل فقط لمشاكل الرجال مش للنساء. صحيح، اللي هو عدم قدرة خروج الحيوان المنوي. انا هاخد حيوان منوي ما بيطلعش من الخصية، يبقى هاخده من الخصية، هاخده اسحبه بالامر واحد بواحد تمام. او حيوان منوي قليل اقل من 5 مليون مش قادر احط حيوانات منوية كافية جنب كل بويضة تمام. او حيوان منوي ضعيف جدا مش قادر يخصب البويضة تمام. او حيوانات منوية حطناها في اطفال الانابيب كتير اهي، حطناها في اطفال جنب البويضات وما خصبتهاش، اوتوماتيك اتحول الى الحقن المجهري. لكن ده الاسباب الرئيسيه للحقن المجهري تمام. الحقن المجهري اتعمل لمشاكل مين؟ الرجال. تمام. ايه مشاكل الرجال اللي هي مخصوصا نقول له مالكش الا حقن مجهري بس فقط لا غير، مالكيش طفل انابيب خالص تمام. حيوانات المنويه اساسا ما بتخصبش البويضات، وعملنا قبل كده اطفال انابيب لهم وما لقيناش ولا جنينه تخصب، بقى علاجهم ان نحقن الحيوان المنوي داخل البويضه، داخل بنسميه الحقن المجهري. الحقن المجهري. او عدد الحيوانات المنويه قليل جدا لدرجه انه لا يستطيع انه يخصب بويضه تمام. او حركه الحيوانات المنويه قليله جدا لدرجه لا يستطيع انه يخصب بويضه. المهم او الحيوانات المنويه محبوسه داخل الخصي. داخل الخصي. دي الحالات اللي لابد عن حقن مجهري مهما كانت الاسباب. ما ينفعش فيها اي شيء اخر غير الحقن. اي حاجه ثانيه غير كده يصلح طفل انابيب ويصلح حقن مجهري. تمام. يبقى ما يصلح لاطفال الانابيب يصلح بالضرورة للحقن المجهري، وما يصلح للحقن المجهري لا يصلح بالضرورة للأطفال الأنابيب. معادلة طبية رياضية سليمة تمام. نسب الحقن في الحقن المجهري، نسبة الحمل للحقن المجهري وأطفال الأنابيب لا تقل عن 50-60%، وإن كانت في أطفال الشباب الصغير بتوصل ل 80% وأكثر كمان تمام. يعني نسب، بس ده الناس عشان تثق في الكلام اللي بتقال إن لو إحنا عملنا اختيار للشباب اللي بيعملوا حقن مجهري واطفال انابيب واخترناهم كلهم تحت ال 35 تمام، هتصل النسبه عندنا ل 80%. ما شاء الله. لما بنضيف عليهم اللي فوق ال 35 لغايه ال 43 سنه بتنزل النسب عندنا ل 60%. ده ليه؟ لان نسب الحمل بعد ال 35 بتقل تباعا سنه عن سنه تمام، وبعد ال 40 بتوصل ل 10 و15% فقط و20%. طيب خدت بال سعادتك؟ يبقى النسب عندنا انخفضت ال 20% مع ال 80 طيب بقوا 50. نقطة هنا دكتور، هل كل سيدة تخطت ال 35 لغاية ال 40 يقال لهم من بعض الزملاء الأطباء إن فرص الحمل ضعيفة جدا؟ هي بتقل. بتقل لكن وليست ضعيفة جدا. بعد ال 39 سنة بتقل نسب الحمل كتير جدا تمام. ولذلك احنا النصيحة اللي عايزين نطلع بها النهاردة، لا ينصح بالمرأة اللي عندهم مشاكل في الانجاب انها تاخر المشكله لغايه ما تبقى سنها 38، لان بدخل في مرحله اكثر سوءا بعد كده. انا بخوف ليه كده؟ انا بقيت متجوز، يعني انا كان عندي امبارح 19 سنه زواج. 19 سنه 19 سنه زواج وجالي سنها 41 سنه. اقول لها يعني انت ما نغصتش عليك الحمل الا بعد سن 41؟ يعني 19 سنه من الزواج مفيش فرصه انك تشوفي دكتور. طب بعد 15 سنه روحي اكشفي، بلاش 19، خلوهم 15 كفايه. اشبعي يا فندم. بعض الامهات بعد 6 شهور من الزواج يعني والله جايه سنها 41 سنه وبقى 19، يعني بقى كانت صعبانه عليا. انت ليه ضيعت نفسك ودخلت نفسك في فرص ضعيفه في صحيح الوقت. مع ان من 5 سنين كنت ممكن يبقى فرصتك عاليه جدا. فرص عاليه جدا. طيب دكتور، اتنقل لحضرتك لنقطه ثانيه، البي جي اس والبي جي دي الحقيقه يعني هذه وسائل من وسائل من وسائل مساعده الحمل. احنا عندنا وسائل مساعده الحمل الثانيه بقى اللي احنا قلنا عليها تمام، الجفت والزفت تمام، والبي جي دي والبي جي اس تمام. البي جي دي اللي هي اختيار
نوع الجنين. تمام. تشخيص الكروموسومي للجنين قبل وضعه في الرحم. طبعا اشوفه بنت ولا ولد, ولد ولا اكس واي ولا اكس اكس واي ولا اكس اكس ولا اكس بس. تفهم قصدي من كلام ايه؟ يعني فرصة اختيار الجنين قبل جنين سليم سليم وقبل وضعه في الرحم دي مهمة جدا. يعني بعض الناس المفروض المثقفين يقول لك لا ما تحطوش جنين كده على طول, اعمل له اختبار الاول كروموسومي. تمام. واعرفه شوفه لي هو اكس واي يعني ولد ولا اكس اكس بنت ولا اكس 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 يعني سوبر فيميل ولا اكس واي اكس اكس واي كلاين فلتر, يعني دي كلها عيوب كروموسوميه بينتج عنها طفل سليم. تمام. سليم بس سليم ايه؟ كطفل, لكن في عيوب من ناحيه الانجاب وعيوب من ناحيه حاجات اخرى يعني. تمام. يبقى انا ما ولدتش طفل, ما خلاش تعمل في طفل عنده مشكله. صحيح. بعد كده تعوقه في حياته. تمام. دي وسيله. البي جي اس بقى ده البي جي دي. البي جي اس ان انا بحلل 46 كروموسوم بتوع العيل قبل المزرعه. وده بيتعمل دايما في مين؟ في ازواج اللي عندهم تاريخ وراثي في العائله بانه بيحملوا عيوب كروموسوميه. تمام. عندهم في الاسره حد فيه تعبان, حد عنده مشاكل وراثيه, الام والاب عندهم مشاكل وراثيه ورثوها للابناء. صحيح. فلا بد من اختبار هذا الكروموسومات هذه الكروموسومات قبل زرع الجنين في الرحم حتى نضمن بفضل الله ان احنا حاصلين على جنين سليم, جنين سليم ومستقبلا بدون مشاكل وبدون اي عوائق طبيه اخرى. مظبوط. طيب دكتور, التفاصيل دي كلها هل حضرتك بتنصح ان الامهات تحاول ان تثقف انفسهن او الزوجات يحاولن ان يثقفن انفسهن حتى بالقراءه والاطلاع, لان طبعا الموضوع ده للاسف بتلجأ بعض السيدات الى الوصفه الشعبيه, خلينا اقول لحضرتك ودي كارثه ممكن نقابلها فيما بعد. ازاي حضرتك تنصح الزوجه انها تتابع طبيب امراض النساء مش شرط علشان الحمل بس, علشان صحتها الانجابيه ايضا. من قوسين الصحه الانجابيه دي حاجه يعني. والله يا استاذ علي انا مش مصدق ان لسه في حد لغايه دلوقتي ممكن يلجا للاعشاب والوصفات الشعبيه للاسف يا دكتور في يعني هل في حد يعني. لسه لغايه دلوقتي احنا ده العلم بقى في الكراس زي ما بيقولوا يعني في الراديو, يعني بقى التلفزيون في كل بيت وكل البرامج التلفزيونيه محطمه الناس صباحا ومساء, يعني الناس زهقت من البرامج التلفزيونيه الطبيه. معقوله لسه في ناس هتعمل حاجات من دي؟ للاسف الدكتور امال الثقافه دي وديها فين؟ الواقع بيقول ان في سيدات اعتقد ان مصر توجهت في الفتره الاخيره في الثقافه الطبيه بشكل بشع يعني. بقى يعني اعتقد الصغار والكبار واللي مهتم واللي غير مهتم بقى لحد ما عنده ثقافة طبية عالية جدا من كتر البرامج التلفزيونية. تمام. اللي بيقدمها حضراتكم يعني في التلفزيون. ودي مهمة جدا جدا جدا. لكن أنا أعتقد ولا أنصح اللي يقول الوصفات الشعبية والكلام ده نوع من أنواع الهرتلة الطبية. إذن هذه نصيحة لكل أم وكل زوجة وكل شاب أقبلت على الزواج, هناك وسائل عديدة لمساعدة الحمل. دكتور عبد المعطي السمنودي بدأ بشرحها تفصيليا. هناك تلقيح صناعي, هناك أطفال أنابيب, هناك حقن مجهري, هناك تحديد نوعية المولود ولد أو بنت, هناك متابعة لحالة الولد أو البنت. يعني المسائل لا تنتهي عند وضع جنين سليم في رحم الأم, لا هناك أيضا متابعة لهذا الجنين عندما يصبح شابا أو فتاة بفضل الله يكون سليم معافى. دكتور عبد المعطي السمنودي الحقيقة يعني جزيل الشكر لهذه المعلومات الطبية السليمة الموثقة المبسطة. خلينا أقول لحضرتك يعني بتختلف عن الآخرين أنك تبسط المعلومة حتى تصل لمتلقيها بشكل واضح وسليم. دكتور عبد المعطي السمنودي, استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب, عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة. شكرا جزيلا لسيادتك نورتنا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا, دمتم في أمان الله. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات, نعمة بتخلينا نفرح, يلا سيبك من اللي فات, إلا قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز قرة عين للخصوبة, فريق طبي متكامل على أعلى مستوى, أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب, غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية, خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى.
ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، يملى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات، مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، فعاليات ومؤتمرات، مونتاج وجرافيك، استديوهات على أعلى مستوى، أحدث معدات التصوير، برامج تلفزيونية، تسويق البرامج والإعلانات. مع شركة الشريف ميديا لاين، الأعلام بمنظور آخر.